السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزهد، وما زلنا مع عيش السلف، والمنذر الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أول ما ذكر زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عرج بعد ذلك على زهد بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد مر معنا حديث أبي هريرة في قصة إناء اللبن، وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديثا آخر لأبي هريرة، وهو يشير إلى ما كان عليه من الفاقة وقلة ذات اليد، وكيف كان عيش الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد استمعنا إلى هذا الحديث، والحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن أبا هريرة هو راوية الإسلام، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آية في الحفظ رضي الله عنه. وهذا سببه أولا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له في قصة معروفة سبق أنني ذكرتها. الأمر الآخر، ما كان عليه أبو هريرة من الاستعداد الفطري في قضية الحفظ، وهذا مما يتميز به جنس العرب عن غيرهم. فأبو هريرة رضي الله عنه أحد الرجال الذين وهبهم الله جل وعلا حافظة وذاكرة، ولذلك حفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، أن أبا هريرة فرغ نفسه لسماع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كما قال رضي الله عنه: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني. فلم يكن يحترف حرفة، ولم يكن يضرب في الأرض في التجارة، وليس له يعني رغبة في الأسواق، وإنما كان من أهل الصفة، وكان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولا يخفاكم عندنا في مصطلح الحديث في باب المراسيل أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ومرسل الصحابي عن الصحابي ثابت. ولذلك تجد أبو هريرة مثلا، أبا هريرة يروي عن عائشة ويروي عن أبي بكر ويروي عن بعض من تقدم أحداث لم يعاصره، وهذه ما يسمى برواية الصحابي عن الصحابي أو مرسل الصحابي. والمقصود بأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الناس كانوا يقولون أكثر
أبو هريرة، ومعنى أكثر يعني أكثر من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين السبب في ذلك، وهو وأني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني، وهذا أحد الأسباب الثلاثة التي جعلت أبا هريرة في هذه المرتبة. حفظتم الأسباب الثلاثة؟ ها؟ بسألكم عنها بعد شوي، ولا نسيتم؟ ها؟ ممدان أبو هريرة الحافظة، أبو هريرة المفروض أن نتشجع ونحفظ المسائل والفوائد كما هو حال أبي هريرة رضي الله عنه. إذن قال وإني كنت ألزم رسول الله لشبع بطني، هذا هو أحد الأسباب التي جعلت أبا هريرة في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية من الحفظ رضي الله عنه. الأمر الثاني، المسألة الثانية، أن أبا هريرة يقول ما كنت آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلانا وفلانة، وكأنه يعرض رضي الله عنه بأولئك الذين رموا سهام النقد لأبي هريرة بأنك أكثرت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبين بأنه رضي الله عنه كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، وما كان يأكل الخمير ولا يلبس الحرير ولا يخدمه فلان وفلانة، فلذلك هو يرى بأنه كان مفرغا نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، ما كان عليه أبو هريرة من الزهد وأيضا من الجوع، يقول وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، من الجوع، وقد كان الجوع معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في عهد الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والشبع ما جاء إلا فيما بعد، وإلا الناس كان الأصل فيهم الجوع، الأصل فيهم الجوع، ثم بعد ذلك حصل الشبع، فكان من شدة جوعه يلصق بطنه بالحصباء، بالحصباء يعني بالحجارة من شدة الجوع، وقد ذكرت سبب ذلك في المجلس السابق. ثم أيضا يقول رضي الله عنه وإني كنت لأستقرئ الرجل، الآية هي معي لكن لكي ينقلب بي فيطعمني، يعني مثل ما حصل لما أخرجه الجوع ووافق أبا بكر وسأله عن آية، يقول أنا أعرف معناها، ثم ما ذهب به أبو بكر ثم عمر حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فعرف ما في وجهي، عرف ما بي من الجوع يعني، فأخذني. والمقصود بأن أبا هريرة هذا كان حاله، وكان مما يحتال به من الحيل الشرعية أنه كان يستقرئ الرجل الآية، يقول هي معي أنا أعرفها، لكن أقول للرجل أقرئني هذه الآية مثلا، هذه من الحيل الشرعية التي يجوز للإنسان أن يتوصل بها إلى مباح. المسألة الأخرى، فضائل ومناقب جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جعفر ممن هاجر الهجرتين، ممن هاجر الهجرتين، وهو أحد أمراء معركة مؤتة، وقد قتل فيها شهيدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حالة قتله وأنه قطعت يداه قال أبدلهم الله بجناحين يطير بهما في الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جعفرا، حتى إنه لما عاد من الحبشة في السنة السادسة قام إليه مسرعا فاعتنقه وقبل ما بين عينيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان جعفر بن أبي طالب رجلا جوادا كريما، ومن جملة ذلك ما ذكره أبو هريرة، قال وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، هو خير الناس للمساكين، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيت، ما كان في بيت. وهذا يدلنا على أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون غنيا أو أن يكون ميسور الحال أو أن يكون عنده طعام زائد أو فضل زائد، وإنما ما كان في البيت يجود به الإنسان، يجود به الإنسان. فهذا جعفر يأخذ المساكين إلى بيته وينظر ما الموجود في البيت فيطعم هؤلاء المساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر حالة غريبة جدا، هذا يدلنا على أن الجائع إذا وجد شيئا فإنه وجد صيدا ثمينا،
يعني لا ينظر الجائع إلى يعني الطعام الطعام اللي هو طعام الأغنياء أو طعام المشتمل على بعض الأشياء. يقول: وإنه حتى إنه كان لا يخرج لنا العكة. العكة هي وعاء من جلد يوضع فيه السمن، يوضع فيه كذا، معروف عند الناس هذا من جلد العكة، ويسمونها القربة أو العكة أو شيء من هذا القبيل. يقول: التي ليس فيها شيء، هذه القربة أو هذه هذا الوعاء اللي من جلد ما في شيء، لكن بقية آثار في هذا في هذه العكة. قال: فنشقها فنلعق ما فيها. الله أكبر. يقول: نلعق ما فيها، بقية آثار السمن أو الزبدة أو شيء مما علق في بطن هذه العكة. هذا يعني طعام عظيم جدا بالنسبة لهؤلاء المساكين. قال: فنلعقها، نلعق ما فيها. وهذا يدلنا على ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الجوع والفقر والحاجة، وهكذا كانوا رضي الله عنهم مع رضاهم عن الله وأيضا مع شدة عملهم في سبيل الله، فهم يعلمون ويتعلمون ويقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم من الأعمال الصالحة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي حاله ويذكر لنا صورة من صور الزهد التي كانت على عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخن بخن، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما هو إلا الجوع. نعم. يقول محمد بن سيرين، وهو من كبار التابعين رضي الله عنه وهو من الثقات الأثبات، يقول: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان. ثوبان يعني إزار ورداء، عليه ثوبان يعني إزار ورداء، ممشقان من كتان يعني مصبوغان بنوع من أنواع الصبغ أو المغر يسمونه. قال: فمخط في أحدهما، يعني جاءه يعني زكام أو أراد أن يخرج ما في فمه أو أنفه. قال: فمخط في أحدهما، يعني إما في إزاره وإما في ردائه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: بخ بخ، يعني يلوم نفسه أو يعود أو يؤنب نفسه أو يذكر نفسه، بخ بخ. قال: يمتخط أبو هريرة في الكتان، هو يقول لنفسه، يخاطب نفسه، أبو هريرة يمتخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي. وهذا يدلنا على أن الجوع قد يصيب الإنسان بالصرع، ومعلوم بأن الجوع يجعل السكر في الدم ينخفض، ولذلك يصاب الإنسان بحالة من الإغماء، حالة من الإغماء. يمكن قد تشاهدون أو تعلمون طبيا أن بعض مرضى السكر قد يغمى عليه بسبب انخفاض السكر، بسبب انخفاض ما يسمى بالجلوكوز في الدم، فيغشى عليه. قال: مغشيا علي، فيجيء الجائي، يعني يدخل الإنسان، فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنون وما هو إلا الجوع. يعني يدخل الشخص فيراني مصروعا بين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنني أني مجنون، لأن في الغالب أن الجائع إذا أغمي عليه أو الشخص الذي إذا أغمي عليه قد تصدر منه بعض الحركات، يقول فيظنون أني مجنون في يمس، فيضع رجله على عنقي حتى يثبتني ليقرأ علي أو ليخرج ما بي من المس، كذا يا أبو خديجة؟ أي نعم، حتى يخرج ما بي من مس. يقول: وما هو إلا الجوع، وما هو إلا الجوع. هذا الحديث فيه مجموعة فوائد، منها أولا ما كان عليه
أبو هريرة رضي الله عنه في أول أمره من قلة ذات اليد والجوع والحاجة رضي الله عنه والفقر، ثم إن الله تعالى أخلف عليه خيرا. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي كان في يوم من الأيام فقيرا يمضي يومه جائعا لا يجد كسرة الطعام ولا العظام ولا يجد شيئا، بل إنه يصرع من شدة الجوع، ثم إن الله تعالى عوضه حتى أصبح أميرا رضي الله عنه. ولذلك أبو هريرة كان أميرا في عهد كان أميرا بعد ذلك، كان أميرا بعد ذلك وأغناه الله. الأمر الثاني، مسألة ثانية، يجوز للإنسان أن يمتخط في ثيابه، وذلك لأن المخاط والبصاق هذا من حيث الأصل طاهر وليس بنجس، ولكن الوازع الطبعي هو الذي يأبى ذلك. ولذلك إذا احتاج الإنسان وبصق في ثوبه أو امتخط في ثوبه وصلى به فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذا الخارج طاهر. والفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الفروع ينصون على أن الإنسان إذا غلبته النخامة أو النخاعة وهو في الصلاة يبصق في نعله أو في ثوبه. قالوا يضع نخامته أو نخاعته بين ثوبيه ويفركهما أو في نعله، وهذا موجود إن راجعتم كتب الفروع تجدون هذا. والمقصود بأن امتخاط أبا هريرة ليس كبرا وإنما لحاجة، احتاج ما يعني كان في مجلس ولم يستطع أن يبصق على الأرض أو يبصق في جهة فبصق في إحدى ثوبيه. المسألة الأخرى، يجب على الإنسان أن لا ينسى نعمة الله عز وجل عليه، وإن تحدث الإنسان بماضيه هذا من الحديث بنعمة الله عز وجل. ولذلك الإنسان الذي كان في يوم من الأيام فقيرا ثم أغناه الله عز وجل لا ينسى هذه الفترة من حياته، فترة الفقر والعوز والحاجة، ولا يقول والله كما قال ذاك الذي قصصت عليكم قصته، وهو ما قصه علينا النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الأعمى والأبرص والأقرع الذي قال إنما أوتيته كابرا عن كابر، وقد كذب، كان أبرصا فقيرا، وذاك كان أقرعا فقيرا، والأعمى كان أيضا أعمى فقير، لكن الأعمى كان شاكرا لأنعم الله عز وجل. وقد اختبروا والذي تجاوز الاختبار هو الأعمى فقط. ولذلك مهم جدا أن الإنسان دائما يتذكر أيامه الخوالي، لا سيما إذا كان فقيرا معدما، وأن دائما يستحضر نعم الله عز وجل عليه، نعم الله عز وجل عليه. في بعض الآباء اللهم بارك دائما يجلسون مع أولادهم يعني بعدما أغناهم الله عز وجل ويحدثون أولادهم بماضيهم حتى يستشعر الأولاد عظيم نعمة الله عليهم، وأنهم ولدوا في النعمة، وولدوا وفي أفواههم ملاعق الذهب، ولدوا وهم يرفلون في حلل النعيم. يحدثني أحد الفضلاء يقول كنت معدما فقيرا لا أجد شيء، لدرجة أنني أنام في السوق، ثم إن الله تعالى أغناه. يقول لما أتحدث مع أولادي يقولوا لا هذا عيب، لا تحدثنا عن ماضيك، ما نبغى ننكسر أمام الناس. وهذا غلط، بل هذا من التحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كان يقول وهو أمير ويذكر حالته الأولى وسيرته الأولى؟ يقول رضي الله عنه، يقول رأيتني وإني لأخر، يعني مصروعا، وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، من الجوع مغشيا علي. فلذلك الإنسان مهم جدا يتحدث بنعمة الله، ونعم الله على الإنسان كثيرة. يتحدث بنعمة الله عليه أن رزقه المال بعد أن كان فقيرا، تحدث بنعمة الله عليه أن رزقه الوظيفة
بعد أن كان عاطلا، تحدث بنعمة الله عليه أن رزقه العلم بعد أن كان جاهلا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا هكذا يستحضر جميع نعم الله عز وجل عليه ويشكر الله عز وجل عليه. والمسألة الأخرى أن في تذكر حالة الإنسان وسيرته الأولى، حالة الفقر وغير ذلك، تقود وتؤول إلى التواضع لله عز وجل، والتواضع مع عباد الله سبحانه وتعالى. أما التواضع مع الله يقوم على شكره وحمده والثناء عليه ونسبة النعم إليه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. وأما التواضع مع عباد الله فيكون متعاملا معهم المعاملة الصحيحة، فلا يطرأ عليه الكبر أو العجب أو الغرور، فيمشي مع الفقراء والمساكين ويأكل مع الضعفاء ويتعامل معهم بإنسانية بإنسانية، لأن من الناس والعياذ بالله من إذا اغتنى طغى ويتعامل مع الناس بفوقية وبكبر ما هو ببالغه. ولماذا؟ لأنه نسي أنعم الله عز وجل عليه، وجرت سنة الله عز وجل في هؤلاء الذين ينسون نعمه ويتكبرون على خلق الله أن الله تعالى يعجل لهم العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة، ويسلبهم النعم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب هذا إما يكون في الدنيا والآخرة أو يجمع عليه العذابين، عذاب الدنيا بسلب النعم وعذاب الآخرة بالنار، عافانا الله وإياكم. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا ينسى ماضيه، لا ينسى ماضيه، ولا ينسى أيامه الخوالي، ولا ينسى الحالات التي مرت به والفصول المؤلمة التي عاشها، لا، يتحدث بها من باب شكر الله وحمده، ومن باب أيضا التواضع، باب التواضع. وفقنا الله وإياكم لكل خير. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. نعم، فضالة بن عبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه يحدث عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني يسقطون وهم في الصلاة من الفاقة وشدة الفاقة والجوع، يخرون صرعا، يخرون صرعا، وهم أصحاب الصفة. سبق أنني ذكرت لكم معنى الصفة ومن هم أصحاب الصفة. يقول: حتى يقول الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، وهم من يسكن البادية الطارئ على المدينة ولا يعرفون ما بهؤلاء. يقول: هؤلاء مجانين أو مجانون، ومجانون طبعا هذه لفظة شاذة، هؤلاء مجانين، لأنه في الغالب أن الذي يصرع المجنون، الذي يصرع هو المجنون، فما ما يدرون ما الذي بهم. فيقول: هؤلاء مجانين من شدة الجوع يصرعون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وهذه بشارة لهؤلاء الفقراء والمسحوقين والمعدمين والمساكين، أن لهم عند الله عز وجل فضل عظيم وأجر كبير بإذنه سبحانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما لكم عند الله، يعني من الأجر والثواب ورفعة المنزلة وعلو المكانة، لأحببتم أن تزدادوا فقرا وحاجة، أو فاقة وحاجة، فاقة وحاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بهذه البشارة. وهذا ليس خاصا بأولئك الصحابة، وإنما القاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من وقع في فاقة وحاجة وشدة ثم صبر على ذلك، صبر على ذلك، فإن له عند الله الأجر العظيم. ولو علم ما عند الله من الثواب
لمن وقع في مثل هذا الأمر لتمنى أن يزداد فقرا وحاجة. والإنسان لا يطلب الفقر ولا لا يدعو بالفقر ولا يدعو بالحاجة ولا يدعو بالمرض، هذه قاعدة معروفة، لكن إن قدر عليه وجب عليه الصبر، إن قدر عليه الفقر صبر، وإن قدر عليه المرض صبر، ولكن لا يطلبه يقول أطلبه ابتغاء الأجر، لا، ما يطلب مثل هذا ما يطلب، وإنما الإنسان يطلب الكفاية، يطلب الكفاية ويعتمل ويحترف ويشتغل ويمتهن ويسعى في الأرض، لكن إن قدر عليه الفقر والمسكنة فيصبر على ذلك. مثل المرض أيضا، لا يجوز إنسان يقول اللهم أمرضني حتى يؤجر، لا يجوز، وإنما إذا مرض صبر. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان يعني هكذا كانت أحوالهم، يسقطون مغشيا عليهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة من شدة الجوع والفاقة والشدة التي كانوا يعانونها رضي الله عنهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشدة والفاقة والحاجة عامة في المدينة، وإلا الصحابة رضي الله عنهم يعني كرماء، فقد يمر عليهم فترة من الزمان لا يجدون شيء، وإلا الصحابة لا يمكن أن يتركوا هؤلاء هكذا يسقطون بسبب الجوع، لكن تمر دهور على يعني المدينة وسنين صعبة جدا من القحط والجفاف والحاجة، فيقع الأمر عام، وأحيانا قد يكون هناك شيء من الغنى عند بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي طلحة الأنصاري، وكذلك بقية الصحابة كأبي بكر وعثمان، وقد ذكرنا السبب الذي يجعل أحيانا الصحابة لا يلتفتون إلى مثل هذا، مثل قضية أن ينفقوا جميع أموالهم في سبيل الله، أو أن تمر حاجة وفاقة في المدينة. نعم. قال: وعن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرد المتفتقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبة، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. وهذا من أبي هريرة، حديث بنعمة الله عز وجل عليه وعلى بقية الصحابة رضي الله عنهم، وهو شرح للحالة التي ذكرتها قبل قليل، حالة البؤس والشدة والحاجة، ولكن الملاحظ بأن هذه الحاجة والفاقة والشدة ما كانت تثني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب العلم ولا عن العبادة ولا عن القيام بفرائض الله عز وجل، وما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يشهدون معه المشاهد كلها ويقفون معه، وكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويطلبون الكسب، فهذه الأمور كلها ما قعدت بهم، وإنما زادتهم عملا وتألها وعبادة وتنسكا، وأيضا قربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. نعم. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل حكيم هذه الأمة رضي الله عنه، يقول: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: وهل الجوع جسم يرى أو شيء له ذات؟ الجواب: لا، وإنما المقصود رأى أثر الجوع في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأثر الجوع يظهر في ماذا؟ في صفرة الوجه، في يعني مثلا غور العينين،
في يبس الشفتين، في الذبول الذي يرى على الإنسان، هذه آثار الجوع التي ترى في الوجوه. فلما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجوه أصحابه بشرهم، قال أبشروا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته ومن هديه أنه كان يبشر صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا والله تعالى أرسله بشيرا ونذيرا، أرسله بشيرا ونذيرا. قال أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الجوعى من أصحابه رضي الله عنهم أبشروا، أبشروا سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثله، يعني تأكلون وجبتين دسمتين، وجبة غداء وجبة عشاء، يغدى يعني وجبة الغداء ويراح وجبة العشاء بقصعة من ثريد، وهذا الثريد لم يكن مشتهرا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يأكله إلا القليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم يقول هذا الجوع الذي أنتم تعانونه سيزول عنكم، وسيأتي زمان، سيأتي زمان تشبعون. وذكر حتى نوعية الشبع وهو الثريد، الثريد وهو من الأطعمة المحببة عند العرب، بل هو من أفضل الطعام، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولذلك بشرهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشير إلى أن المسلم ينبغي له إذا واجه حالة من الحالات التي يعانيها فرد أو جماعة أن لا يزيدهم ألماً، وأن لا يكرس فيهم ما هم فيه، وإنما يبشرهم، يبشرهم. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريضا ماذا يقول له؟ ها؟ طهور، طهور، طهور إن شاء الله. هذا بشارة يبشره النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس طهور إن شاء الله. وإذا رأى في أصحابه جوعا بشرهم قال سيأتيكم الخير، سيأتيكم الخير. وإذا كان هناك فتنة مثلا مثل ما حصل في معركة الأحزاب، لما جاءت القبائل مع قريش إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، في هذا الجو المتلبد بالعداء من قبل هذه القبائل وقريش، وضربوا طوقا على المدينة وأحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبشروا، بشرهم بفتح كنوز الأرض، كنوز الأرض. وهذا منهج مهم جدا. فالإنسان مثلا إذا شاف إنسانا محبطا، إنسانا فقيرا، إنسان مثلا لديه معاناة، أزمة نفسية، شيء من هذا القبيل، يجب عليه أن يبشره وأن يفتح له يعني أفق الآمال المستقبلية، ويستدل بذلك بالنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من الناس وللأسف الشديد من يعني إذا يعني رأى إنسانا زاده هما بذكر بعض القصص أو بذكر بعض الأخبار، يعني مثلا شخص يقول يعني يدخل على مريض مثلا مرض مثلا عضال أو شيء، يعني من الخطأ أن يقول والله فلان مات بهذا المرض، أنت الآن قتلته قبل أن يموت بمثل هذا الكلام. أو شخص محبط فاشل دراسيا، فاشل في تجارة، يجب عليك أن تبشره وأن تفتح له آمال، وأن الله تعالى أراد به خيرا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثله. وحتى في مسألة الرؤى والأحلام ماذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوصانا بأن نبشر، أن نبشر. حتى التعبير هذا
تعبير الرؤى والأحلام له قواعد، له قواعد. فالمعبر هذا أحيانا قد يدخل الحزن والألم على من رأى رؤيا مثلا بسبب تعبير ما أحسن طريقة عرضه، أو ما أحسن إيصال تفسير هذا الحلم أو تعبير هذا الحلم إلى من رآه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبشر المعبر، يبشر المعبر، وأن لا يلجأ إلى إحزان من رأى هذه الرؤية. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير، قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجب على كل مسلم أن يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نحن يومئذ خير، يعني إذا غدي علينا بقصعة ثريد وأيضا قصعة أخرى في الرواح نكون خير ولا شر؟ هذا المعنى. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، ما قال بل أنتم ستكونون في شر. وهذا يعني من الذوق الرفيع الذي لا يضارعه ذوق أبدا أبدا إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان ينتقي أجمل العبارات وأجمل الألفاظ، وما كان يجرح المشاعر، وما كان يقول كلاما يدخل فيه حزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ، خير منكم يومئذ. وهي قاعدة عامة كما جاء في الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا كذا، ولكن يذهب الخيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد هذا المعنى، يذهب خيار الناس، يذهب خيار الناس. وهذا يشاهده الإنسان في أحواله وفي مراحل عمره. ولذلك قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. والغالب أن الإنسان في حال الجوع وفي حال الفاقة يكون أقرب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يلتهي بأمواله ولا يشتغل بأمواله. فالمال قد يصرف الإنسان عن كثير من العبادات والطاعات. أما في حال الفقر فتجد الإنسان عنده من التفرغ والتأله الشيء الذي قد لا يكون عند أصحاب الأموال، الذين يدخلون الصلاة ويفكرون في أموالهم ويفكرون في ما يملكون. فهكذا أحوال الناس في حال الفقر وفي حال الغنى. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. فذكر الحديث. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه من أفاضل الصحابة الكرام يحدث يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة نتلقى عيرا لقريش. وقريش كانوا أهل تجارة ولهم رحلتان إلى الشام وإلى اليمن، إلى الشام وإلى اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسترد بعض ما استولت عليه قريش وسطت عليه من الأموال، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترد بعضا من هذا من خلال الاستيلاء على هذه القوافل التي لقريش. فيقول نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر، جرابا من تمر واحد. لاحظ سرية كاملة، لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا جراب واحد من تمر لم يجد لنا غيره. يقول جابر فكان أبو عبيدة يعني أميرهم يعطينا تمرة تمرة، يعني ما يعطي إلا تمرة واحدة فقط، يعطي كل فارس تمرة. فقيل له كيف تصنعون بها؟
يعني إيش هذه التمرة؟ إيش ماذا تفعل لكم التمرة؟ يقول كنا نمصها كما يمص الصبي. الصبي لما يضع يعني التمرة في فمه يمصها، أو يمص اللبن أو الثدي. يقول كنا نمصها ولا نأكلها، لأن لو أكلوها فنيت. فهم يضعونها في أفواههم، يقول ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. الله أكبر، تمرة واحدة تكفيهم إلى الليل، مع كونهم ذهبوا في سرية وبحاجة إلى الأكل وبحاجة إلى الشرب وبحاجة إلى حتى يتقووا على مواجهة العدو، ومع ذلك قالوا نأكل تمرة واحدة فقط، لا يأكلونها وإنما يمصونها. قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله. الخبط هو الحشائش هذه التي يعني ليس فيها مادة غذائية، وإنما ليسكتون قرقرة بطونهم وليدخلون شيئا إلى أجوافهم من شدة الجوع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتح الله عليهم بعد ذلك من كنوز الأرض الشيء المعروف، لكن كانوا هكذا. وانظر إلى زهدهم وورعهم وتقواهم، وانظر إلى قيامهم بحقوق الله وحقوق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن محمد بن سيرين قال إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله، فيأخذ الجلدة فيشويها فيأكلها، فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه. نعم، هذه أحد أيضا أحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وما كانوا عليه من شدة الجوع والفاقة والحاجة. يقول محمد بن سيرين رحمه الله إن كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله، فيأخذ الجلدة، يعني الجلد، جلد الشاة مثلا أو جلد مأكول اللحم مثلا، قال فيشويها فيأكلها. يشويها الجلد هذا الذي يرمى، يشوونه ثم يأكلونه. فإذا لم يجد شيئا، يعني ما وجد جلد الذي يرمى في الغالب، أخذ حجرا فشد صلبه. وهذه حقيقة رسالة لكل إنسان يتذمر من بعض الطعام، يتذمر من تأخر الطعام. تجد بعض الأزواج إذا عاد إلى البيت وأم العيال ما جهزت الطعام مبكرا، أقام الدنيا وما أقعدها. تجد بعض الأولاد هدانا الله وإياهم يعني يتذمرون ويتأففون من بعض الأطعمة التي ربما هي مما يكون من أعلى الطعام وأرفع الطعام عند غيرنا، ومع ذلك لا يرضون بهذه الأطعمة ويتأففون ويتضجرون، وربما صدرت من ألسنتهم كلمات تسخط الله عز وجل. عليهم أن ينظروا وأن يقرأوا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما خفضهم الجوع ولا وضعهم الجوع، وإنما رفعهم عند الله سبحانه وتعالى. لابد لنا أن نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، في عيش السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، القراءة في سيرة الصحابة، القراءة في سيرة السلف بالمجزوم أنها تروض هذه النفوس الملتهبة المندفعة، هذه النفوس التي لا تشبع وتريد أن تحصل على كل شيء. هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم أنجم مضية وكواكب درية، هؤلاء الذين أوصلوا لنا الإسلام، هم الذين اختارهم الله ليوصلوا إلينا الإسلام. انظر إلى حالتهم رضي الله عنهم وأرضاه. فواجب على الناس جميعا وعلى جنس الشباب من الذكور والإناث على وجه التحديد أن يقرأوا في هذا، لأن وللأسف هناك تسخط، هناك تضجر، هناك تأفف، يريدون أطعمة بشكل يعني حتى يعني يقول لبعض أولياء الأمور بأن يصنع الطعام الطيب، لكنهم يريدون من مطاعم فاخرة ويريدون من مطاعم معينة ولا يرضون.
قد يكون الأب يعني ليس بذاك الرجل المقتدر على توفير مثل هذه الأطعمة، فينشر مثل هذه السيرة العطرة للنبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، تقرأ في البيوت، تقرأ على الناس حتى يتعلم الناس، وحتى تهدأ هذه النفوس المندفعة، وحتى يسترشد الإنسان بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يعلم ما 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 هو فيه من نعمة. يرفلون في حلل النعيم وغارقون في بحار النعم من الله عز وجل، ومع ذلك تجدهم للأسف الشديد وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، غير راضين. فالواجب تقوى الله ومخافة الله والحرص على القناعة، وأيضا عدم يعني عدم التأفف من هذه النعم، لأن الإنسان إذا مل النعمة فهذه علامة سوء، نسأل الله العافية والسلامة. قد ذكر الله هذا في القرآن، قصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن قوم سبأ يعني أعطاهم الله عز وجل من النعم الشيء العظيم، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال أهل العلم من أهل التفسير ليس في يعني قوم سبأ لا براغيث ولا بعوض ولا عقارب ولا قوارض ولا حشرات، حتى إن المرأة كانت تضع الزنبيل على رأسها وتسير فلا تصل بيتها إلا وقد امتلأ من هذه الفواكه، تتساقط من دون قطف، تتساقط. وكانوا يسافرون من اليمن إلى فلسطين لا يحملون السلاح ولا يحملون الماء والزاد، ما يحملون أي شيء، كل شيء متوفر في الطريق، الطعام والشراب والفاكهة وكل شيء، لكنهم ملوا النعمة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يريدون يحملون السلاح، يريدون يحملون الطعام، ملوا هذه النعمة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، وسلط الله عليهم ما سلط، كما في الآية الكريمة سلط الله عليهم ما سلط. ولذلك الإنسان يتقي الله ويخاف الله ويعلم بأن النعم زوالة، ومن قشعت نعمة وزالت عن مكانها فعادت إلى ما كانت عليه. ناس يحمدون الله ويشكرونه على ما أنعم، ونحن نقرأ في سيرة الصحابة الكرام، والله إن الإنسان ليتألم وهو يرى ما كانوا عليه، ومع ذلك بقي ذكرهم وخلدت سيرهم، ونفع الله عز وجل بهم دينه، نفع الله بهم، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله قال وعن محمد بن سيرين قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاء ما له خلط. نعم، هذا سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل، سعد بن مالك أحد العشرة المبشرين بالجنة، خال النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الوحيد الذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا قديما، قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكان راميا رضي الله عنه. يقول ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وهذا من شجر البوادي، وهذا لا يؤكل أصلا، ما تأكله إلا البهائم، ورق الحبلة والسمر هذا ما يأكله جنس الإنسان، وإنما تأكله البهائم، لكن ما يجدون شيء. وليقول حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاء، يعني الشاة، والشاة تضع البعر، يقول حتى ما يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة. لماذا؟ لأن هذا الطعام غير صحي، طعام هذا للبهائم، ما تأكله إلا البهائم، لكن لا يجدون شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول ما له خلط، يعني ما
غير مخلوط بغيره من الطعام، لا شعير ولا بر ولا ذرة ولا شيء من هذا القبيل، ما يأكلون إلا من هذا الورق من شجر البوادي، وهو ليس للإنسان وإنما للحياة. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد رضي الله عنه أعزه الله وأكرمه، فهو أحد العشر المبشرين من الجنة، وقائد معركة القادسية، وقد فتح الله عليه وأغناه، وهذا بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة، أن الله تعالى ينفع به آخرين ويضر به آخرين، فنفع الله به الإسلام وأهله وأضر به الشرك وأهله رضي الله، وقد فتح الله عليه، وكان أيضا من أغنياء الصحابة فيما بعد ذلك رضي الله عنه. نعم. قال: وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. نعم. هذا عتبة بن غزوان صحابي الجليل رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة، أصبح أميرا، وغالب الصحابة رضي الله عنهم عوضهم الله عز وجل عن سنوات البؤس والفقر والحاجة، عوضهم الله عز وجل فأصبحوا أمراء كأبي هريرة وعتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص وغير هؤلاء الثلاثة، عوضهم الله عز وجل خيرا، ودائما العاقب للمتقين في أمور الدنيا والدين، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. خطب خطبة على منبر البصرة يوم أن كان أميرا، قال: أما بعد، يعني، وهذه كلمة يؤتى بها يعني الانتقال إلى آخر، وهي سنة. قال: فإن الدنيا قد آذنت بصرم، الدنيا أعلمت بأنها منتهية، وهذا مجمع عليه عند كل أحد، أن الدنيا ليست بدار دوام وبدار مقر ولا قرار ولا خلود، الدنيا بصرم يعني بانقطاع وانتهاء، وولت حذاء يعني سريعة، ولت سريعة، وهكذا هي الدنيا، مثل ما ذكرت لكم في المجلس السابق مراحل حياة الإنسان منذ أن كان في بطن أمه 9 أشهر، ثم في الدنيا وهب أنه يعيش 100 سنة، ثم في القبر وما يدرى المدة التي يقضيها في القبر، ثم في حياة أبدية سرمدية. فأين الدنيا من الآخرة؟ بل أين الدنيا من القبر؟ من القبر الذي يمكث فيه الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب. قال: وولت حذاء، فالدنيا سريعة الأفول، سريعة الأفول. قال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء يتصابها صاحبها، يعني ما يبقى منها إلا الشيء اليسير، مثل ما يبقى في الإناء من بقية الماء، صبابة. هكذا الإنسان في هذه الدنيا في سفر، وكل يوم يقطع مرحلة من مراحل حياته. وأنا دائما أشبه هذا بالروزنامة، هذا التقويم أو الروزنامة اللي تعلق على الجدران، يوميا الإنسان يحرص على أن يقطع ورقة حتى يأتي إلى آخر العام. والواقع أن هكذا عمرك أيها الإنسان،
كل يوم يمر إنما يقربك إلى أجلك، لأنك مسافر إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، وهي الدار الآخرة لا زوال لها، هي دار الخلود. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، انتقلوا بخير ما بحضرتكم. هكذا أوصى رضي الله عنه أن ينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة بالخير الذي بين يديه من الطاعة والعبادة والقربة والابتعاد عن المعاصي. فإنه قد ذكر لنا، قد ذكر لنا، وفي هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك أو لا يدرك لها قعرة، والله لتملؤن أفعجبتم. يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حجرا يلقى من شفير جهنم، يعني من على أعلى النار، فيهوي بها 70 خريفا 70 سنة 70 سنة لا 70 عاما، قال 70 عاما، قال لا يدرك لها قعرا، يعني ما يصل إلى قعر النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، والله لتملؤن، يعني النار لا تملأ. ولذلك قال تعالى: يوم تقول، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، تقول هل من مزيد، هل من مزيد، وتملأ النار، تملأ، عافانا الله وإياكم. أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة، وهو ما بين دفتي الباب، الباب له دفتان وما بينهما يسمى مصراع، من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما 40 عاما، وليأتين عليها، يعني الجنة، يوم وهو كضيض من الزحام، كضيض من الزحام. هذه بشارة لأهل الإسلام والإيمان. ثم قال: ولقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وورق الشجر ليس لجنس الإنسان، وإنما لجنس الحيوان، الإنسان ما يأكل أوراق الشجر في الصحراء. ثم قال: حتى قرحت أشداقنا، أصابتها القرحة أشداقنا. لماذا؟ لأن هذا الورق حار، ما يتحمل، ما تتحمله إلا البهيمة، ولكن ما يجدون شيء رضي الله عنه. قال: فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، وجد بردة التقطها، فيقول: شققتها بيني وبين سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بنصفه. انظر إلى الحالة التي كانوا عليها رضي الله عنه، حالة بؤس، حالة شدة وفاقة، ما يجدون حتى الثياب، الثوب ما يجد إلا ثوبا واحدا يستر عورته، ولا يجدون الطعام، وإنما يأكلون أوراق الشجر. ثم قال رضي الله عنه: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. سبحان الله العظيم، كيف بدل الله أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما علم صدق قلوبهم وصفاء نفوسهم وحرصهم على نشر الخير. أبدلهم الله وأعقبهم العاقبة الحسنة، ولذلك عوضهم الله عز وجل عن أعوام البؤس وسنوات الفاقة، عوضهم خيرا سبحانه وتعالى. قال: ما منا أحد إلا وأصبح أمير. أبو هريرة الذي كان يصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة أمير، عتبة بن غزوان غزوان أمير أيضا، سعد بن أبي وقاص، بقية الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال رضي الله عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. هذا هو الفقه في التعامل مع الله عز وجل. الإنسان إذا أصابه شيء، صابته يعني رتبة من رتب الدنيا وأصبح عظيما بين الناس، يحذر من أن يكون صغيرا عند الله عز وجل، لأن من الناس من ينسى نفسه، ولذلك ربما دخله العجب والكبر ودخله الغرور وصدق ما يقول الناس فيه، صدق ما يقول الناس فيه. إياك، ثم إياك أن تصدق ما يقال فيك وأنت أعلم بنفسك من الناس، أنت أعلم بنفسك من الناس. إذا قالوا لك: ما شاء الله أنت الزاهد الورع، أنت تعلم عن نفسك أنك على خلاف ذلك، اتق الله واحذر أن تصدق هذا الكلام.
هذا من أخطر المداخل على الإنسان. ولذلك لما قال ما منا أمير إلا ما منا إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، ماذا قال؟ أعقبها بقول وإني أعوذ بالله، يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، عند الله صغيرة، يعني لا أكون عند الله عز وجل ليس لي وزن، ليس لي وزن عند الله. ولذلك المسلم يؤدب نفسه دائما ويحذر، يحذر من مداخل الشيطان ومن جملتها العجب والغرور، حتى ولو نال مرتبة دينية مثلا يرد الفضل إلى الله وعلمك ما لم تكن تعلم، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال رضي الله عنه وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. وهذا الحديث أصل في مسلم ويشير إلى ما يعني ما هي سنة الله عز وجل في الخلق والعباد وتتابع الأحوال. نكمل بعد الأذان بحول الله. لا دقيقة صبر في شيء خلاص. قال وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. نعم، يقول خباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله عنه من السابقين الأولين للإسلام، يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، ويقصد بها الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، والمقصود لم يأخذ شيء من أمور الدنيا. ومصعب ابن عمير هو أول من أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى المدينة، أرسله معلما وداعية يدعو أهل المدينة إلى الإسلام. وكان مصعب بن عمير شابا منعما في المدينة، وكانت أمه غنية، وكان يرفل في حلل النعيم والرفاهية، وكان منعما. ولما أسلم أقسمت أمه
أن لا تأكل وأن لا تشرب وأن لا تغتسل حتى يعود عن دينه، وقالت بأنك صبئت، فقال لها والله يا أماه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقطعت عنه كل ما كانت يعني ما كانت تصله به من الأموال ومن الثياب، فتركها لله عز وجل رضي الله عنه، تركها لله. ولذلك نعيم الإيمان كل بؤس وكل حاجة يذوب مع نعيم الإيمان ونعيم اليقين بالله سبحانه وتعالى، فهو يتنعم ويتلذذ بما رزقه الله عز وجل من الإيمان والتقوى ومن هذا اليقين. فتقزمت الدنيا بين يديه، وهذا هذه المساومة من قبل أمه لم أبدا تثنه عن المضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل يوم أحد وكان حاملا اللواء رضي الله عنه، قال خباه فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، ما وجدوا إلا هذا الكساء المخطط المعروف. يقول إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، يعني البردة هذه قصيرة جدا، إذا غطينا بها رأس مصعب انكشفت قدمه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فاحتاروا في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نغطي رأسه، وهذه مسألة فقهية طبعا تبحث في كتب الفروع، إذا لم يوجد إلا كفن يعني لا يكفي إلا أن يغطى جهة الرأس أو القدمين فيغطى الرأس، استنادا إلى هذا الحديث. قال وأن نجعل على رجليه من الإذخر، والإذخر هو نبت معروف، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني ومنهم من أينعت ثمرته يعني فتحت له الدنيا، فتح الله عليه الدنيا وأصبح يقطف الثمار ويجني الثمار ويتنعم بهذه النعم. فذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي خرج من الدنيا وما حصل له مثل ما حصل من عاش بعده من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. قال وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر رضي الله عنه حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسع لك كفنا. قال لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت فراقب الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأنى ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال راقب الطريق. قال فبينما هي كذلك إذ هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا مالك؟ فقالت امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم. قال أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأجد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي فكفني. نعم. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون بأن أبا ذر رضي الله عنه سكن الربذة في آخر حياته حينما استأذن عثمان ابن عفان
أن يخرج من المدينة وأن يسكن الربذة، فأذن له عثمان رضي الله عنه. وكان أبو ذر قد كان جالسا في نفر مع أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يموت بأرض فلاة يشهده عصابة من المؤمنين، فأبو ذر غلب على ظنه بأنه هو ولم ينس هذا الحديث، فلما كانت الواقعة على ما هي عليه عرف بأنه المعني بهذا الأمر، وجاءت هذه العصابة وهم المجموعة من الرجال أو قافلة، فوافوا ذلك. والحوار الذي بين أبي ذر وبين زوجته يعني لا يحتاج إلى شرح وبيان، والمقصود بأن أبا ذر كان على هذه الحالة من الفقر والحاجة والشدة، حتى إنه ما كان يجد ما يكفن به رضي الله عنه، ما كان يجد ما يكفن به رضي الله عنه، ولذلك توفي وحيدا وفي هذه الصحراء. وبالنسبة لقوله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، يظهر والله تعالى أعلم، لأن أبو ذر كان عنده من الورع الشيء المعروف، وأبو ذر له اختيارات يعني حتى في مسألة إبقاء شيء من المال إلى الغد، فكان رضي الله عنه يرى حرمة أن يبقي الإنسان شيء من المال يكنزه إلى الغد، يستدل على ذلك بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذه قصة طويلة جدا، لما كان في الشام أصبح هناك لغط وتشويش، حتى إن معاوية كتب إلى عثمان بأن أبا ذر يفتي بهذا، وحصل هناك خلاف ويعني شيء من هذا القبيل، فأمر عثمان أبا ذر أن يأتي المدينة، فسكن المدينة رضي الله عنه وأخذ يفتي بهذه الفتوى أيضا، فعثمان منعه من أن يقول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن للصحابة، أذن للصحابة بأن يبقوا الأموال ويتجروا ويطلبوا يعني المال. وأما قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، فتفسيرها في الآية ولا ينفقونها في سبيل الله، وليس في ليس في المال شيء واجب إلا الزكاة مع بقية الحقوق والواجبات التي على الإنسان. فلما طلب منه عثمان أن لا يفتي بهذا، التزم بذلك طاعة لولي الأمر، طاعة لولي الأمر. ثم بدأ له بأن ينتقل إلى الشام إلى الربذة، فأذن له عثمان، ثم حصل ما حصل. وهنا أبو ذر كان ورعا زاهدا، كان يعني مجافيا للدنيا، فطلبه من هؤلاء يظهر والله أعلم، لأن هؤلاء قد يكونوا قد أكلوا من أجورهم، والإنسان إذا كان عاملا يرى أبو ذر بأنه لا يمكن أن يكون كسبه حلالا محضا بسبب التقصير، يعني قد يكون قصر في شيء وأخذ راتبا أو أجرة على عمل قصر فيه، وقد يكون أيضا أنهم استغلوا مناصبهم في شيء من الأمور استغلالا ليس باستغلال صحيح. هكذا فسر العلماء طلب أبي ذر من هؤلاء بأن لا يكفن في ثوب لهؤلاء لمن وصفهم، فكان عند واحد منهم وذكر القصة. المقصود بأن الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ينتظم مع سلك هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا على مثل هذه الحالة من الزهد والورع والفاقة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. بعد. قال: وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى وأنا أكسى أصحابي. بعد قال وعن يحيى بن جعدة قال عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر يا أبا عبد الله ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض، فقال كيف بهذا وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. نعم. قال وعن أبي وائل قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فوجده يبكي فقال يا خالي ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال كلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا لم آخذ به. قال وما ذاك؟ قال سمعته يقول إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. وفي لفظ نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه معاوية فذكر الحديث بنحوه. وفي لفظ أيضا نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون فأتاه معاوية فذكر الحديث. قال وعن عامر بن عبد الله أن سلمان رضي الله عنه أن سلمان الخير رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع فقالوا ما يجزعك يا أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة في الخير، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازي حسنة وفتوحا عظاما. قال يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا فقال ليكفي المرأة منكم كزاد الراكب، فهذا الذي أجزعني فجمع مال سلمان رضي الله عنه فكان قيمته 15 درهما. اقرأ كلام الحافظ. قال الحافظ ولو بسطنا قال الحافظ ولو بسطنا الكلام على سيرة السلف وزهدهم لكان من ذلك مجلدات، لكنه ليس من شرط كتابنا، وإنما أملينا هذه النبذة استطرادا تبركا بذكرهم ونموذجا من سيرهم، والله الموفق من أراد لا رب غيره. نعم، هذه الأحاديث التي قرأناها الآن كلها تدخل ضمن هذا المعنى من زهد الصحابة رضي الله عنهم. فأصحاب الصفة يقول أبو هريرة رأيت 70 ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم يعني الإزار ربطوه في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، الله أكبر، من شدة حاجتهم وفقرهم وقلة ذات يدهم، ما يجدون إلا إزار، فيحاول أن يلملمه حتى لا تنكشف عورته. وعتبة بن عبد السلمي يقول استكسيت رسول الله، يعني طلبت منه أن يكسيني كساء، قال فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أفضل الصحابة وقد كساه خيشتين. وكذلك حديث يحيى بن جعدة لما عاد خبابا، وذكرنا قصة خباب رضي الله عنه، ولما حزن على ذلك قال إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب. وما هو زاد الراكب؟ الآن الشخص إذا سافر هل يأخذ معه جميع ما في بيته ولا يأخذ معه ما يحتاجه في السفر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن يكون حالنا في الدنيا كحال الراكب حينما يأخذ زادا. لو أراد الشخص أن يسافر مسافة مثلا سيأخذ معه الزاد الذي يكفيه مدة السفر هذا أو مسافة السفر. هكذا هي الدنيا، هكذا يقول خباب رضي الله عنه. وأما حديث أبي وائل لما قال جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض وذكر قصة بكائه، ما كانوا يبكون لأجل الدنيا وفراق الدنيا، وإنما كانوا يبكون لأنهم نالوا شيئا من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بأن يتعاملوا مع الدنيا كتعامل المسافر الراكب مع الزاد. وأما حديث عامر بن عبد الله أن سلمان الخير، سلمان الفارسي رضي الله عنه، حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، يعني شاهدوا شيء
في وجهه ومتأثر ومنزعج، فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله؟ قال: كنت وقد كانت لك سابقة في الخير، يعني أنت من الصحابة الأجلاء، شهدت مع رسول الله مغازي حسنة وفتوحا عظاما. فالناس هؤلاء ظنوا بأن سلمان يعني جزع يعني حرصا على الدنيا، فقال: يجزعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين فارقنا عهد إلينا ليكفي المرأة منكم كزاد الراكب، كزاد الراكب اللي ذكرت لكم الوصف قبل قليل. طبعا لما مات سلمان جمعوا ما عنده، فكانت قيمته 15 درهما، 15 درهما، وكان جزعا خائفا أن يكون قد خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عموما بالنسبة لهذا الباب، باب عظيم تقرؤونه وتتأملونه وتراجعون الأحاديث والآثار التي فيه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتقوى، ونلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم.